شريك له شهادة قامت بها السماوات والأراضين، شهادة حقنا الداخلها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلاة دائمين متلازمين ما دامت السماوات والأراضين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أن يطاع الله ولا يعصى، أن يذكر ولا ينسى، أن يشكر ولا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، النار التي أوقدها الله 1000 عاما حتى أحمرت، وأوقدها 1000 عاما حتى أبيضت، وأوقدها 1000 عاما حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها. معشر المسلمين، أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكتب الرزق وكتب الأجال، وإذ يقول سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقول الحسن البصري: ذلك ما كنت منه تفر يا ابن آدم. نعم أيها الإخوة الكرام، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لتفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. حديث صحيح، ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الموتى يعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لا تسمع أصواتهم. نعم أيها الإخوة الكرام، كم عاش نوح، كم عاش إدريس، كم عاش إبراهيم، كم عاش إسماعيل، كم عاش إسحاق، كم عاش يعقوب، كم عاش يوسف، كم عاش سليمان، كم عاش داود، كم عاش هود، كم عاش صالح، كم عاش يونس، كم عاش موسى، كم عاش عيسى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أم المدفون الثاني أم المدفون الثالث أم المدفون العاشر؟ لعل أناسا دفنوا قبلك ولعل أناسا دفنوا بعدك. نعم أيها الإخوة الكرام، اليوم فوق التراب وغدا تحت التراب. اليوم نتنعم بالنعيم ونفتخر بالسيارات والأموال والجاه والسلطة، وغدا تأكلنا الديدان. يا ابن آدم، يا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت. يا ابن آدم، مهما طال بك العمر ومهما طالت بك الدنيا فإنك ميت، فإنك ميت، فإنك ميت. ستترك الزوجة وتترك الأولاد وتترك متى الحياة الدنيا وتنزل إلى قبرك. فإن عملت خير كان قبرك روضة من رياض جنة، وإن عملت غير ذلك كان قبرك حفرة من حفر النار. أيها الناس، توبوا إلى الله. أيها الناس، اخلصوا نياتكم لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس: قلب عقيدة، قلب لا شرك فيه، قلب أبيض. نعم أيها الإخوة الكرام. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. نعم أيها الإخوة الكرام، من الموت طالبه، والدود أنيسه، والتراب فراشه، والقبر بيته، كيف يكون أمرك يا ابن آدم؟ فإن كنت مطيعا لله، مطيعا للرسول، مقتديا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يوم يأتيك الملائكة ويقولان لك: من ربك؟ فتقول: ربي الله الذي لا إله إلا هو. وما دينك؟ ديني الإسلام. ما دفعتم بالرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول: محمدا صلى الله عليه وسلم. قيل: وما يدريك؟ قال: قرأت كتابه وأمنت به ما عملت به. فيقولان لك: انظر عن يمينك فترى الجنة أنهارها وأطيارها، وتأتيك مروحها وريحانها، فتمر عليك مر برزخ كصلاة الظهر أو كصلاة عصر، فتقول: ربي أقم ساعة لكي أذهب إلى مالي وأهلي. فإن كنت كافرا بالله أو عاصيا لله والرسول أو مستهزئا بالمسلمين، يوم يأتيك الملائكة وجوه مسودة ويقولان لك: من ربك؟ فتقول: آه لا أدري، ما عرفت ربك أبدا. ويقولان لك: وما دينك؟ فتقول: آه لا أدري. فيقولان لك: ما دفعتم بالرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول: آه لا أدري. فيقولان لك: لا تليت ولا تليت. فتضرب بمقمعة، أي بمطرقة من حديد، لو ضرب بها جبلا لأصبح ترابا. فإذا بأهوال يوم القيامة، نجوم تدمر، سماوات تتفجر، من الجن والإنس يحشرون في زمرة المحشر. فتبحث عن صديق، والله في هذه اللحظة ستنسى أموالك وأصحابك ومن حولك، ولا تذكر إلا فعل الخير والبر، ولا تذكر إلا حسنة. بمثقال درة ابتسامة ابتسمتها في وجه مسلم، أو مسحة رأس يتيم، أو دينارا أخذته في سبيل الله أنفقت يمينك ما لم تعلم شمالك، أو دمعة وسالت على خدك، والله في الجوف الأخير يقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من ذا الداعي أستجيب له؟ أنا الملك. نعم أيها الإخوة الكرام، عجبا لمن عرف أن الموت حقا كيف يفرح، وأن النار حقا كيف يضحك، وأن التقلب في الدنيا على أهلها كيف يطمئن، وأن القضاء والقدر كيف ينصب. نعم أيها الإخوة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على قبور ستة فيسمع عذابها، فتجفل فيه بغلته حتى تكاد أن تلقي على الأرض، ويقول لمن حوله: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فيقول أحد الصحابة: إنهم ستة من المشركين يا رسول الله، ماتوا على الشرك. قال: إن هذه الأمة لتعذب في قبرها. نعم أيها الإخوة الكرام، اللهم تبيت عند سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ اللهم تبيت عند سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ اللهم تبيت عند سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ اللهم اجعل قبرها روضة من رياض جنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لها، اللهم وسع مدخلها، اللهم ارحمها. اللهم تبيت عند سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ اللهم اغفر له، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لقيه من خطاياه كما ينقى الصبر الأبد من الدنس. اللهم اغفر له، اللهم وسع مدخله،
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.